حال انك تخيب مساكم الله بالخير جميعا في حلقه جديده من برنامج فكر معانا. واحنا اليوم في لاقونا فلاقونا وشاركوا معانا وتجربوا معانا وركزوا معانا والقاري موجود ومليون جوائز. خلنا نبتدي باول سؤال، ما هو الوسن بالسين مو بالصاد ولا بالثاء؟ فكر معانا. الوسن اول مره اسمع السؤال الصراحه. ما هو شنو الوسن؟ تقريبا نفس حق الجواب، يعني المواساة او الهم او احد يواسيك. ما هو الوسن؟ الوسن ما هو الوسن؟ الوسن الحين بدا التوتر. جدا صاحب الوسن حفر قرا حفر حفره لا فكر فيها شوي. هي يعني وسيلة حق شيء. أكثر شخص يوترني في الحياة. إيش؟ الوسن. ما أدري والله. النوم الطويل. النوم الطويل. النوم الطويل. شلون عرفتيها؟ بس يعني بين الوسن معروف النوم الطويل. إجابة صحيحة، النوم الطويل هو الوسن. ونقول لك ألف ألف مبروك، ربحتي معي جوائز قيمة قسيمة من منتجع البنانة، وأيضا ربحتي معي قسيمة من نيو ميديكال سبا، عطور من الجزيرة للعطور، وربحتي معنا قسيمة من تنمية الضيافة عبارة عن 7 مطاعم في اللؤلؤة. اختاري لك مطعم وأقول لك مبروك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. سؤالكم يقول شنو الشيء اللي يدور العالم بس يقعد في الزاوية؟ فكر معانا. المحيط. طب هو محيط يعني ولا نهر ولا ايه؟ لا محيط في الزاوية. جواز؟ جواز سفر يعني؟ نعم. جواب حلو الصراحة بس ما له شغل في الزاوية. يدور العالم شمس. شلون تبقى في الزاوية؟ شلون تبقى في الزاوية؟ ايه المحيط الهادي؟ المحيط كله يبقى في الزاوية. ختم الجواز. إجابة خاطئة وأقول لك حظ أوفر. يدور العالم ويتم في الزاوية. أيوة. يدور العالم شيء يدور العالم ويتم في الزاوية. سؤال صعب. كيف 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 يدور العالم ويبقى في الزاوية؟ أسئلتي السهل الممتنع. الشيء الذي يدور العالم ويبقى في الزاوية. وسائل البريد. البريد شلون البريد؟ طابعة البريد. طابعة البريد. اوكي اقول لك الف مبروك، اجابتي صحيحه، ربحتي معي جوائز قيمه قسيمه من مطعم تشيكيتي، وربحتي معنا بقسيمه من فندق ويندهام جراند ريجنسي هوتيل، وايضا ربحتي معنا بقسيمه من منتجع البنانة، وربحتي معنا بعطور من الجزيره العطور. اقول لك الف مبروك وكل عام وانت بخير. السؤال يقول شنو الشيء اللي يطلبه الناس اذا غاب عنهم واذا جاهم شردوا منه؟ فكر معانا. الرعد. الرعد شيء اذا العالم طلبوه يشردوا عنه. ايوه المال. هل المال تشرد من المال؟ تشرد من المال اذا جاك. انا اذا يا الرعد العالم تنخش. الزواج. متزوج؟ لا هو راح يتزوج. ماكولات يعني تطلب اكل ولما يجيك تشرد منه. اقول لك حظ اوفر، حاولت ويعطيك العافيه، بس بصيدك مجمع ثاني مره ثانيه وبصيدك بعد. المطر. المطر حلو. شلون يعني؟ الناس بدعوا الله انه يجيهم المطر ينزل عليهم المطر، لما ينزل المطر بهربوا منه مشان ما يبتلوا. متاكد يعني؟ 100%. مو بالبرق ولا الرعد؟ لا البرق والرعد لا، بس المطر هو اللي بهربوا منه الناس. ما شاء الله عليك، يقول لك مبروك، ربحت معانا جوائز قيمة، ربحت معانا قسيمة من تنمية الضيافة، 7 مطاعم في اللؤلؤة، اختار لك مطعم منهم، وأيضا ربحت معانا
قسيمة من مطعم تشيكيتي، مطعم إيطالي، وربحت معانا جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وأيضا ربحت معانا شوكولاتة من شوبان. كوافي تستاهل. ها استنستي ها؟ عاد تفرشون أسنانكم بعد الأكل. أوكي أوكي مبروك تستاهل، وكل عام وأنت بخير. فكر معانا. وصلنا حق فقرة جرب معانا. طبعا 4 كروت، منهم كرت تربح على طول وثلاث تحديات، فخلنا نشوف من بيجرب معانا وبيربح معانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يا أهلا. مبروك حال. عليك الشهر. الله يبارك فيك. فاهم الطريقة؟ عارف. أنا شايفك من قبل. شاركت السنة الماضية. شارك. بس للأسف ما حالف من الحظ. إن شاء الله اليوم تربح معانا. إن شاء الله. أسحب لك كرت. بسم الله. إيش طلع لك؟ ابني هرم. ابني هرم. اللي لازم تسويه أول شيء وين شغال؟ شغال بالكونستراكشن. كونستراكشن. يعني المفروض لعبتك بناية الهرم. إن شاء الله. إنزين. فاللي لازم تسوي إن تحط لك كوب كلها داخل بعض، وترد تفرشهم مثل الهرم، وترد تلمهم مرة ثانية مع بعض. وعندك دقيقة من الوقت. ابتدي. يلا إذا طاح كوب أنا بجيب لك إياه. كم هاي؟ 8. حلو. وعدت 10 ثواني. يلا حلو زين ماشي صح. 22 ثانية. أسرع شوي. ها أوكي حلو حلو أوكي. باقي لك آخر طابقين. ها الاسم الكريم. أحمد. مرحبا أحمد، كيف حالك؟ يا حي الله. زين مرت 45 ثانية. وكرت فكر معنا فوق. حلو دان. حطه بسرعة حطه بسرعة. 5 ثواني 5 ثواني. بسرعة بسرعة. لا يلا 20 ثانية. أوبا. كيف حالك حمزة؟ هلا والله. شو الأخبار؟ تمام. وين تشتغل يا حمزة؟ أشتغل مؤسسة حمد. حلو. شلونك مع تبني أهرام ولا ما تبني أهرام؟ والله لم نبني. ما عليه يلا هاي أول هرم تبنيه. عندك 10 ثواني. ضبط. للأسف خلص الوقت. ليش معدل نفسك؟ إيه ليش معدل نفسك؟ نعم. أخ خلص الدقيقة. خلص الدقيقة. خلص خلص بهذا. عندك نص دقيقة. Oops. How many seconds? Now 30 seconds. Oh. Oh. Continue. I don't know what to play this game. لا ها ماشي صح. خلصنا الطابق الثاني. اوكي الطابق الثالث. ما اسمع. ايه أهم شيء تخلصين قبل السحور. أوكي آخر شيء. أوكي الحين نزليهم. عندك نص دقيقة. أوكي حلو حلو. شوي 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 شوي. بتجيبين العيد. ها أوكي فوق بعض فوق بعض فوق بعض. 3 2. حلو ألف مبروك. بنيتي هرم في 55 ثانية تقريبا، وربحتي معنا جوائز قيمة. ربحتي معنا قسيمة من موفنبيك، وأيضا ربحتي معنا جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات وخاتم الماس. زين وربحتي معنا عطر من الجزيرة العطور
ايضا ربحتي معنا قسيمه من تنميه الضيافه 7 مطاعم في اللؤلؤه، اختاري اي مطعم يناسبك. واقول لك الف الف مبروك، جرب معنا. شكرا يا سلام. ما هي البلاد التي تسمى الشمس المشرقة؟ طبعاً غير قطر، فكر معانا. الشمس المشرقة؟ شكلك انت شاطر. ما عندي سؤال. ما هي البلاد التي تسمى بالشمس المشرقة؟ عطني جربي. عصر التنوير هذه بتكون باريس. الشمس المشرقة الصين هديك الزلمه. لا قطر. قطر وبعد غيرها تسمى بالشمس. لا ما عنديش فكره بصراحه. المغرب. المغرب. لا البلاد التي تسمى بالشمس المشرقه. بالشمس المشرقه والله. عربيه اجنبيه؟ اجنبيه. اجنبيه تدري؟ فكر فيها شوي. أوكي. أنا بأخذ لفة وبرجع لك. خذ راحتك. أوكي. يعني أقدم عنك؟ أنت فكر فيها. هي. أنا أحس إني وترتك فبأخر عنك شوي وبرجع. أوكي. أوكي. بلاد. أوكي. فكر. بالشمس المشرقة. ها عرفت الجواب. أوكي. ها عرفت الجواب؟ عرفته. أجيك؟ يلا بجيك. عرفته. أبشر. أبشر بالجنة. اليابان؟ اليابان؟ أكيد. والله على الظاهر هي في شرق آسيا. والظاهر إنها اليابان. أكثر تطور. هذا يعني أنا كنت أنا المشكلة يعني. والله في أنت تربك والله. فيوم ما اخرت عنك شوي بعت عرفت الجو يعني راحت الفوبيا هذه اللي من الكاميرا ومن السعود. في فوبيا مني. اقول لك مبروك اجابتك صحيحه. جزاك الله خير. ربحت معانا عطور من الجزيره العطور، وايضا ربحت معانا قسيمه من مطعم تشيكيتي، وربحت معانا قسيمه من تنميه الضيافه 7 مطاعم في اللولا، اختار لك مطعم. وايضا ربحت معانا قسيمه من نيويو ميديكال سبا، تستاهل. مبروك. ومبروك على الشباب. فكر معانا. فكر معانا. يعطيك العافيه. مبروك. تستاهل. تستاهل. الله يعافيك. الله يسلمك. رجعنا حق فقره جرب معانا. 4 كروت. فاهم الموضوع؟ فاهم الموضوع. نعم. تفضل الشيخ. ايش طلع لك؟ تفاحة. برج التفاحة. برج التفاح. برج التفاح الله يسلمك. لازم تختار شخص ينافسك. لازم اختار. كل عمري اقل شيء يناسبني بالعمر اللي يناسبك. والديزاين. تفضل استاذ. استاذ يناسبني هذا. تفضل. حياك شيخ. تفضل. تفضل. طبعا مثل ما تشوفون 5 تفاحات ابيك تحطهم فوق بعض. فعندكم دقيقة من الوقت. وتبنون لي برج. عن طريق التفاح. ان شاء الله. نقول بسم الله. بسم الله. 3 2 1 توكلوا. ها القاعدة لازم تكون صلبة وثابتة. ترى إذا بنيت البرج لازم تاكل التفاحة بعد. ربحنا. زين. تحب التفاح الاخضر ولا الاحمر؟ احب الاخضر بس لا الاحمر. احمر صح؟ انت ما راح اخسر. انا احب ما راح اخسر. عندكم 30 ثانيه. برج التفاح. اوب. لازم بدون يد. في النهايه بدون يد. اعتذر. خلص الوقت. ها طابق. وصل الطابق الثالث على طول ما شاء الله.
مروان ها وين؟ أشوف ثلاثة بثلاثة ثلاثة بثلاثة عدت 15 ثانية عدت 15 ثانية اللي سبقك 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 ها خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد عد المفروض صح قالوا ما بيحلونها للحريق نشوف ها صفاء ريم سبقتش الحين طابق الرابع ايوه شغالة على الطابق اوه ما شاء الله هم الاثنين مع بعض على الطابق الاخير ها طبعا يعني الحريم في المطبخ احسن من الرجال ف متعودين على مبروك ريم صفاء اقول لك حظ اوفر وقفتي على الطابق الرابع يعني ما شاء الله بعد هي كانت قريبه يعني تقريبا 50 ثانيه مثل ما يقول ما يجيبونها الا حريمها نقول لكم مبروك ربحتي معنا بجواز حياك مبروك ربحتي معنا قسيمه من منتجع البنانة وايضا ربحتي معنا قسيمه من نيو ميديكال سبا وربحتي معنا خاتم الماس من الجابر للساعات والمجوهرات وايضا ربحتي معنا شوكليت من شوبان اقول لك مبروك ويعطيك العافيه وشوفك على خير شكرا فقره تجرب معنا ومثل ما تشوفون العالم كلهم ناطرين هالفقره فخلنا نبتدي باول مجرب ايش طلع لك وازن وازن تحدي وازن شلونك انت تعرف توازن ولا والله ان شاء الله خلاص نجرب بس لازم اختار شخص ينافسك اوكي ممكن انت تربح يمكن هو يفوز اكيد ف كيف الحال الحمد لله شو الاخبار الحمد لله الله يسلمك الاسم الكريم حسن محمد حسن ومحمد ايوه طبعا هالتحدي تحدي وازن عباره عن اربع براغي تحطهم في العود وبعدين تنزلهم فوق بعض مثل ما انتم شايفين فبنبتدي ندخل البراغي في العود وبنعطي كل واحد العود ويمسكها في حلجه يعني ما يصير تستعمل يدك نهائيا ما يصير تستعمل يدك نهائيا اوكي حلجك اوكي اوكي وعندكم دقيقه ونص ما قدرتوا تحلونها غيركم بيدش يجرب اوكي بدون يد بدون يد جاهزين جاهزين طبعا ما يقدرون يتكلمون فنقول لهم ثلاثة اثنين واحد يلا شجعوهم عاد شجعوهم اوكي ها حطهم ايه من البداية ونزلهم عندك اربع براغي فوق بعض لازم اوكي زين اوكي انا اشوف هنا اوكي وهاي اوكي ها بدون ايادي بدون ايادي ها اوكي حلو هاي عنده طابقين عدت 45 ثانية عندكم بعد 45 ثانية يلا الطابق الثالث حلو ها عندك آخر واحدة أوكي حلو آخر واحدة عندكم 20 ثانية 20 ثانية الاسم الكريم محمد النجي محمد حسن 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 أقول لك حظ أوفر حاول لا يلا الحمد لله صعبة؟ لا لا صح بس شو المشكلة يا عيال؟ شو المشكلة؟ بدها تركيز شوي تركيز اه وين جربت معانا؟ شو الصعوبات اللي واجهتها؟ والله بدها تركيز بس الحمد لله نجحنا ما شاء الله يعني سويت لنا برج جديد اه بس مايل شوي مايل بس ألف مبروك
ضبطهم صح، رتبتهم صح، وربحت معانا جوائز قيمة. حياك الله فيك. ربحت معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست. شكرا. وأيضا ربحت معانا عطور من الجزيرة العطور. بارك الله فيك. وربحت معانا شوكلت من شوبان. شكرا. شوكلت. وأيضا ربحت معانا قسيمة من منتجع البنانة. نقول لك ألف مبروك وكل عام وانت بخير. جرب مانا. شكرا، يعطيك العافية. مبروك محمد. شكرا. الله يسلمك. بارك الله فيك. وصلنا حق نهاية حلقتنا اليوم، ومثل ما شفتوا ناس فكرت معانا وناس جربت معانا وناس بعد جربت معانا، وفي ناس ربحوا وناس أقول لهم حظا أوفر. وإن شاء الله كل يوم راح نكون في مجمع، اللي يبي يعرف وين مكاني يتابع هاشتاج تلفزيون قطر. وأشوفكم على خير. I'm not afraid.